عندنا اقتراح بسيط جدا، يعني قد يحسن عليه، قد يضاف عليه، قد يعني، لكن هو في الأخير اقتراح حسب ما واجهنا في قضايا الأحوال الشخصية. لأنها لما يعني تنتهي الحقوق بحكم قضائي يكون في النفوس شيء مهما كان. صحيح. لا تقول لي هذا صدره وسيع، هذا لا، يبقى في النفوس شيء، يبقى أن المتأثر في الأخير الأبناء. فاقتراحنا أن في المصالحة يكون في قضايا الأحوال الشخصية يعني في قسم المصالحة أشخاص لهم يعني باع طويل في موضوع المصالحة، ويكونوا مختارين بعناية فائقة، لهم تأثير، ولهم تأثير، ويعني يكون لهم بعض الصلاحيات اللي تقريب وجهات نظر. ما هو الهدف من المصالحة؟ ما هو ها تبي كذا، لا ما يبي كذا، يلا على المحكمة، أصبح إجراء روتيني خلاص. ما يعني ما فعل خاصة في نظام الأحوال الشخصية، في النظام التجاري، في نظام الحقوق المدني مثلا، نقول ما عليه أموال لكن هنا أسرة. نظام الأحوال الشخصية احنا نحرص عليه لأنها أسرة. حكومتنا مهتمة لهذا الموضوع بشكل كبير جدا، ونتيجة ذلك صدر نظام الأحوال الشخصية حتى يوضح الأشياء هذه. فنصيحتي وتوجيهي والله للأسر وللمصلحين ولمن يعني لمن بيده القرار، أنه يكون في قسم المصالحة في نظام الأحوال الشخصية أناس مستقلون عن قسم المصالحة في المحاكم الأخرى، يكونوا متمكنين، يكونوا مختارين بعناية فائقة. لا قطع كلامك. إيه سلمت. هو أظن ما يكلفنا القاضي بخطاب أن أكون حكم. صحيح. ويكلف شخص آخر يكون حكم على الزوجة وحكم على الزوج. فنأتي وكأن قضاة، يعني ما إحنا مصلحين. أيه. نأتي فقط. أنا بالنسبة لي أنا شخصيا أترك الورقة هذه وأدخل، يعني أنا لقيت مدخل للصلح. ممتاز. جميل. لقيت معي ورقة أدخل للصلح. أنا ما أدخل في البداية على أني حكم. وأجلس أحاول معهم، لكن المشكلة أنه زي ما قلت أنت، الزوجة توكل صحيح محامي، والزوج يوكل محامي، وكل محامي يقول عندي موضوعك منتهي، وانت على حق، ايه عندنا الثغرة الفلانية وعندنا الثغرة الفلانية، والزوج يقول عنده ثغرة، وهكذا. صحيح. صحيح. وكل واحد لها في 100,000، وتبقى الأسرة على الضرر على الأسرة، على شقاق. في بعض الأحيان حتى في بعض القضايا عندي شخصيا نواجه شخصنا يعني من بعض الأطراف الأخرى، يعني شخصا خلاص. ايه. حتى يبدأ يتعرض بالقذف وكذا. والله من شخصا، والله كان حتى في أحد المداخل لما تواصلت مع والد، يعني كانت الزوجة هي موكلتي، فتواصلنا مع والد الطفلة. إيش هدفي من التواصل؟ إن ليش الزيارة عن طريق مودة؟ ليش ما تكون الزيارة عن طريق يعني خلاص أنت والدها وهذه أمها، ما الله كتب بينكم وتم فسخ النكاح، إلى متى يستمر الشقاق؟ ليش ما يكون في لمصلحة الطفلة؟ الطفلة كل ما لها تكبر كل ما لها تفهم. يا سلام. فكان رده أنا رفعت قضية زيارة وما أبغى حقي إلا عن طرق نظامية، عن طرق المحاكم. قلت دعوة زيارة مرفوعة، هو رفع دعوة زيارة يبغى يزود الوقت، عندنا وجهة نظر في الموضوع هذا، وعندنا وجهة نظر واضحة في الموضوع بشكل كامل من قبل الدخول في القضية. فكان اتصال لمصلحته، وهو اللي رافع قضية، احنا المدعي عليهم يعني. ايه. قال يعني كان يعتقد ان الاتصال انه متخوفين من شيء ما او متخوفين من. ايه نعم. يعني وضحت له كل شيء، صدر الحكم نفس ما كنا متوقعين ونفس ما ذكرت له. بعد الحكم رجع يكلمني. شخصنا قلنا لا احنا قد كلمناك، لا بالعكس رجعنا وتواصلنا، والحمد لله الان الزيارة تم عن طريق المنزل. يا سلام. في منزل والدة الطفلة يجي ياخذها بدون دائما حتى انصح المستشارين انفسهم. يا سلام. اي حتى انصح المستشارين انفسهم، يعني انك يعني انت في عملك قد تتعرض لكلام، قد انت معرض شخصا ليه؟ ما في اي مبرر يخليك شخصا، هذا مضغوط، هذه قضيته، هذه ابنته، هذا هو يرى انه على حق، فانت واجب عليك انك تسحب وانك تكون في المجال الصحيح، ما هو انك تضغط وتعطي ردة فعل وأنا وفلان وأنا تتكلم عليك كذا، كلام غير منطقي وكلام ما ينتهي إلا بخلاف، ما ينتهي بصلح، والهدف كلها الصلح، ولا يعني هذا قبل كل شيء أتعاب تحتسب الأجر، خاصة في موضوع زي كذا ما حتى ما إحنا مسؤولين عنه، لكنك تحتسب الأجر فيه. فدائما أنصح يعني الآباء الأمهات بتلين الجانب. يا سلام. وإدخال الصلح كأصل وليس كإذا صار ما صار في المحكمة، لا إن شاء الله ينتهي كل شيء صلح. يا سلام. فعلى أساس كذا أنا في نظام المصالحة في نظام الحوار ودي أنه يتعدل بحيث أنه يكون يعني أقوى من كذا، وبحيث أنه يكون الأشخاص في قسم المصالحة يعني متمكنين نوعا ما، ويكون عندهم بعض السلطات حتى يفصل وينتهي في موضوع صلح المتضرر في الأخير المحظون يعني. في مشروع اسمه لعل اقتراحك يصل إن شاء الله. المصلح المسجل
اللي هو في مشروع في